نظام صبعنا على مدار 8 سنين ان هدفه العظيم وانجازه الاكبر هو الحفاظ على الدوله، واحنا هنا مش هنناقش مدى جديه المخاطر اللي كان بيتم تسويقها عشان الناس تحس بالخطر وانهم ممكن يتحولوا الى سكان مخيمات او لاجئين في شتى بقاع الارض، ولا كمان هنناقش القوانين والاجراءات اللي عملها تحت مسمى الحفاظ على الدوله، واللي هي في مجملها عباره عن بطش امني واعتقالات وتكميم افواه. لكن هنناقش معنى واحد بس من معاني الحفاظ على الدولة معروف في كل كتب السياسة والاجتماع، هو الحفاظ على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية. بالتأكيد لا يخفى على أي عاقل أن النظام من أول لحظة له في السلطة وهو بيكرس للانقسام المجتمعي وقسم أبناء الوطن لقسمين رئيسيين، فريق على طول الخط موصوف أنه وطني، مواطنين شرفاء، ده الفريق المؤيد للسلطة على طول الخط مهما حصل لا يعترض مطلقا مهما كانت الكوارث ما بيفتحش بقه. أما الفريق الثاني، أيوة إحنا وغيرنا يعني، أما الفريق الثاني فهو الموصوف على طول الخط بالخيانة والإرهاب وإنه عايز يسقط الدولة. الفريق ده بيشمل أي حد بيبدي أي اعتراض ولو شفوي على أي كارثة حتى عملها النظام. مجرد الحديث عن أي خطأ معناها أنك إرهابي وخائن وبتحاول تسقط الدولة. لو رجعت التاريخ القصير هتلاقي بتكلم، هتلاقي أن أغنية إحنا شعب وإحنا إحنا شعب وإنتوا شعب اللي عملها بعد الانقلاب مباشرة رسخت المعنى ده. الحقيقة المعنى ده كان في منتهى الخطورة، لدرجة أن أنا شخصيا أنا أعرف يعني ناس بدأوا يبلغوا عن بعض، بدأ زوج يبلغ عن زوجته أو زوجة تبلغ عن زوجها بتهمة الإرهاب بسبب خلافات طبيعية جدا بين أي زوجين، وهكذا. بدأ المجتمع في أشد مراحل تفسخه، رغم أن مصر من أهم مميزاتها إنها دولة ما فيهاش لا أعراق ولا طوائف. لكن تعالوا نبص كده على حاجة حصلت الأسبوع ده، صورة حصلت في أوروبا تبين لك مفهوم تلاحم ونسيج الدولة رغم تعدد الأعراق والأصول. ألمانيا. ألمانيا حصلت فيها انتخابات برلمانية الأسبوع اللي فات ده، وما أدراك ما ألمانيا اللي هتلر حارب العالم كله لأنه يرى أن الجنس الألماني هو جنس الله شعب الله المختار على الأرض وأنه جنس ما حصلش. لكن اللي حصل في الانتخابات يؤكد أن الألمان استوعبوا الدرس، استوعبوا الدرس كويس، وأنك كدولة كألمانيا أو أي دولة لازم تحافظ على وحدة جبهتك الداخلية مهما كان. العالم كله فوجئ إن في ثلاثة من إخواننا السوريين نجحوا في الانتخابات البرلمانية، آه والله من أصل سوري، ألمان ومن أصل سوري، نجحوا، مش كده وبس، ده في 18 نائب من أصول تركية نجحوا في البرلمان، 18 واحد، تخيل 18 واحد نجحوا، يعني كتلة مؤثرة في القرار الألماني. رغم كده الدنيا ما قامتش ولا اتقلبت ولا حاجه، ولا قالوا يا نهار اسود ده احتلال تركي لالمانيا، ولا قالوا انتوا شعب واحنا شعب، انتوا المان واحنا اتراك، كل تعايش. يا ساده، التعايش السلمي في المجتمعات هو الضمانه الحقيقيه للحفاظ على الدوله، مش القبض على الابرياء وترويع الامنين واغتصاب البلد هو اللي هيحافظ على الدوله. الانقسام المجتمعي في مصر هو اخوف ما اخاف انا منه على بلدي. فأي سلطة بكرة الانقلاب ده هيرحل هيرحل، لكن تفسخ المجتمع المصري هو الكارثة اللي بندعي ربنا في كل لحظة انه يحفظ منها بلدنا الحبيب. واستبشروا بهلاك كل الفراعين ان شاء الله.